متابعة لآخر وأهم الأخبار. وطبعا امبارح كلنا تابعنا احتفالية عيد العمال بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كانت في مصنع الشرقية للسكر في مدينة الصلاحية الجديدة في الشرقية. وشفنا كمان كلمات وحديث السيد الرئيس وقراراته اللي كانت مهمة جدا وكلها كانت في صالح العامل المصري. من أهم القرارات اللي قالها السيد الرئيس امبارح هو توجيهه بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، وده اللي هيتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، وبيعظم كمان العائد الاجتماعي والتنموي منه. الرئيس كمان وجه بالبدء في تفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، وهتكون قدرها هذه المنحة 1000 جنيه، دي هتصرف بشكل عاجل إليهم، طبعا بالإضافة إلى عدد من القرارات الأخرى زي إصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان اللي كان سبق إصدارها في 2017، وأيضا سرعة الانتهاء من إطلاق منصة الوطنية لمعلومات سوق العمل والاستعداد كمان لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل، غيرها من القرارات الهامة جدا اللي بتخدم العامل المصري وبتأمن له حياة ومستقبل كريم وبتضمن له الحماية الاجتماعية. كل سنة وحضراتكم طبعا طيبين.